وبد التحقيق الدولي بجرائم داعش في ضيافة الإمام السيستاني بن نجف الأشرف، والمرجع الأعلى يشيد بالمقاتلين صناع النصر. على خلفية اعتداء الحويجة، وفد أمني رفيع في كركوك والقوات الأمنية تشرع للاقتصاص من منفذي الجريمة. السوداني يفتتح 42 مدرسة جديدة في بغداد، وتوجه حكومي لحل أزمة النقص في الأبنية المدرسية. استعدادات خليج 25 تتسارع مع اقتراب الموعد، وتفاهمات عراقية كويتية على دخول وفود المشجعين. هار العراق المشرق، غيم ذلك الظلام وبات اللون الرمادي يساوي تلاوينه ويجهض أحلامه. لم تكن سنوات عادية تلك التي كابدها العراقيون من آلام داعش الوحشي. الموت الجماعي هو حديث الصباحات، الذي أزدل الستار عن زقزقة الطيور وأبدل لون دجله بالدم المتدفق من القصور. والأرض التي أشبعت بجثامين الشباب المغدور فاحت منها الظلامات ووحشية الغاصبين، قتل لا يسلم منه رجل وسبي يطال كل امرأة خالفت فكرهم الإجرامي. وامتد هذا الهول ليغطي ثلث العراق أمام صمت دولي لجرائم ضجت بها السماء، لم يجد حتى للتدوين قصة لها. لكن من وراء بغداد جاء الموج الهادر، حركه قمر النجف الساطع ليغرق المجرمين انتقاما ويعيد للمحافظات فجرها الجديد. استقبل المرجع الأعلى الإمام السيد السيستاني كريستيان ريتشارد رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في العراق وغيره، واستمع سماحته إلى توضيح موجز حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ إنشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2379 في عام 2017. واستذكر سماحته خلال اللقاء الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية. المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، وخلال استقباله رئيس فريق التحقيق الأممي بجرائم داعش، أشاد بإجلال وإكبار بالتضحيات الجسام التي قدمها أبناء الشعب العراقي من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحما على شهدائهم الأبرار، داعيا للمصابين منهم بالشفاء والعافية. وأكد السيد السيستاني أنه لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية، مشددا على ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد. فيما أكد سماحته على ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين. وعبر سماحته عن تمنياته للسيد كريستيان وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم. أكد وفد الأمم المتحدة برئاسة المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق بجرائم عصابات داعش في العراق كريستيان ريتشارد أن المرجع الأعلى الإمام السيد علي السيستاني دعا إلى السلام والعدالة، وقال خلال مؤتمر صحفي
عقده بعد لقاء الإمام السيستاني أنه منذ إنشاء الفريق استرشد بحكمة السيد السيستاني لأجل التحقيق بجرائم داعش، وكان دعوته دائما للسلام والعدالة ضد الجرائم التي ألحقتها العصابات الإرهابية بحق الشعب العراقي. لقد حظيت أنا وفريقي بشرف عظيم وسعادة حقيقية لتواجدنا هنا وزيارة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، حيث تكللت حفاوة الاستقبال في مدينة النجف الأشرف بسخاء سماحته وترحيبه بنا، وهو الرجل صاحب الإرث الذي لا يضاهى والذي طالما بذل جهودا فذة لخدمة العراق وشعبه. منذ إنشاء الفريق وحتى يومنا هذا دأبنا على الاسترشاد بحكمة سماحته ودعمه لمساعينا وعملنا في خدمة العدالة والسعي نحو المساءلة لكافة الضحايا المتأثرين بالجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق. وكانت رسائل سماحته التي تدعو للسلام والعدالة بمثابة تضميدا للجراح التي ألحقها تنظيم داعش بالشعب العراقي، فضلا عن كونها تشق الطريق للمضي قدما نحو تماسك العراق ووحدته، وهي أمور تأتي في صميم عملنا. دعت الأوساط الشعبية والأكاديمية إلى تدوير جرائم عصابات داعش الإرهابية ضد العراقيين الأبرياء على أنها جرائم حرب، فيما طالب آخرون المنظمات الدولية بملاحقة ومحاكمة الإرهابيين المتورطين بالإبادة الجماعية ضد الإنسانية. صباح حكيم المسيد. المئات بل الآلاف من الجرائم الوحشية اقترفتها العصابات الداعشية بحق الأبرياء أثناء سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي العراقية. ترتفع المطالبات الشعبية بتدويرها لتكون شاهدا على الجرائم الوحشية التي ارتكبتها العصابات التكفيرية، ومنها جريمة سبايكر وإبادة الإيزيديين والمقابر الجماعية في نينوى وعمليات التغييب للآلاف من الأبرياء على يد عصابات داعش. يجب أن تكون هناك لجان لتدويل هذا الموضوع، وبالتالي يسجل لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الجرائم والفظائع التي ارتكبها داعش، حتى الدول التي ساهمت وهي 102 دولة دعمت داعش لوجستيا، ممكن محاسبة هذه الدول وممكن تكبيدها غرامات. مطالبة الجهات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية سيضمن ملاحقة جميع المتورطين بجرائم الإبادة لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم، سيما إن فترة داعش التكفيري شهدت أيضا ظهور جهات متعددة قدمت الدعم المالي والمعنوي لتلك المجاميع الإرهابية. اجتمعت يعني جميع العناصر الإرهابية ومن كل ومختلف دول العالم اجتمعوا في العراق عن طريق أكيد مصادر مخابراتية، وعن طريق أذرع خارجية استطاعت بوصول هذه العناصر إلى داخل الأراضي العراقية. وبالتالي اليوم على الحكومة العراقية أن تعمل على أن يكون هذا الملف ملف دولي. وتعمل بعض الفرق الأممية وبالتعاون مع الجهات الحكومية العراقية المعنية في كشف جرائم التنظيم الإرهابي لجمع الأدلة وربط الأحداث، ومن خلال وحدات تحقيقية للتحقيق في جميع تلك الجرائم التي نفذتها العصابات الإرهابية بحق المدنيين، إلى أن هذا الملف يحتاج لجهد حكومي أكبر لتدوير جميع جرائم التنظيم. صباح حكيم الفرات، بغداد. أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن كركوك ستبقى آمنة ومستقرة. يار الله وخلال لقائه محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا ركان الجبوري جدد تأكيده على الدعم الثابت للقوات الأمنية واستعداد الإدارة على تلبية كافة احتياجات القطاعات العسكرية في كركوك وعموم الأقضية والنواحي، مشيرا إلى أن ما تحقق من أمن وسلام ونجاح في كركوك جاء بدماء الأبطال ولا يمكن التفريط به. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل كركوك مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمدي للوقوف على ملابسات الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له منتسبو قوات الشرطة الاتحادية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عن قتل إرهابيين وإصابة آخر ضمن عملية أمنية في كركوك. رسول قال في بيان إن أبطال الشرطة الاتحادية تمكنوا من قتل إرهابيين وإصابة آخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الثاني الفرقة الآلية في قرية علي السلطان التابعة لناحية الرياض بكركوك. وذكر بأن العملية تمت بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التي رصدت تحركات إصابة أحد الدواعش والذي لا يزال البحث جاريا عنه. أكد مراقبون وخبراء أمنيون أن جريمة الحويجة تجبر القيادات الأمنية إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية لمواجهة الإرهاب، فيما يرى آخرون أن عودة النشاطات الإرهابية يتطلب إعادة التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة. حسين ياسين. تعرض إرهابي جديد هو الثاني من نوعه على القطاعات الأمنية سجلته محافظة كركوك في أقل من 30 يوما، لكن هذه المرة طريقة التنفيذ وحصيلة الضحايا يراها مراقبون بأنها تفرض على المعنيين بالملف الأمني إعادة الحسابات جيدا ووضع خطط تتلائم مع حجم الخطر للقضاء على ما تبقى من فلول داعش. هذه القضية تحتاج إلى إعادة دراسة وبالتالي مواجهة التحديات التي تحدث في كركوك وفي الأنبار وفي صلاح الدين وحتى في أطراف بغداد قبل أيام حدثت. إذا أعتقد هذا الملف ملف مهم جدا ومرتبط حقيقة بخطوات الحكومة. ووفق قراءات أخرى لهذا المشهد فأن عودة نشاطات العصابات الإرهابية وتنظيم صفوفها يعود إلى الفراغات الأمنية الواقعة ما بين قواطع انتشار القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وتحديدا في الأجزاء الشمالية كديالة وكركوك وصلاح الدين، فضلا عن المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المعقدة التي يتطلب السيطرة عليها استخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الجهد الاستخباري. نقطة مهمة جدا هي الحد من يعني هذه الاعتداءات الإرهابية. يجب أن يكون هناك تنسيق أمني عالي جدا بين الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية في إقليم كردستان، لأن هناك مناطق يعني لا توجد بها انتشار للقوات لا من الجهة يعني القوات الحكومة الاتحادية ولا من قوات البيشمركة. هذه الفراغات تستغل من قبل العصابات التكفيرية والإرهابية للقيام بعمليات يعني إرهابية وتعرضات على قطاعات الجيش العراقي كما حدث في كركوك. وعقب هذه الأحداث نفذت قيادة العمليات المشتركة عدة فعاليات أمنية على أوكار داعش برا وجوا، ولكنها من وجهات نظر أخرى قد تفقد أهميتها كونها تندرج ضمن خطط المعالجة بعد الحدث وليس قبل وقوعه وتفادي الخسائر. أما داخل الشارع العراقي فيزداد القلق من تكرار التعرضات على القطاعات الأمنية والعسكرية والذي قد يمتد لاستهداف المدنيين إذا لم يتم إيجاد ردع حقيقي يحد من النشاطات الإرهابية. حسين ياسين، الفرات، بغداد. كشف المستشار الأمني الحكومي حسين علاوي عن تدريبات للقوات الأمنية للبحث عن قيادات بعصابات داعش الإرهابية في كهوف عميقة بعد الهجوم الإرهابي في قضاء الحويجة. علاوي قال لبرنامج على المسطرة أن القوات الأمنية سترد ردا حاسما على الحادث الإرهابي في الحويجة. أكيد إجراءات القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد شجاع السوداني كانت واضحة بعد هذه الحادثة الإرهابية التي حاول الإرهابيين حقيقة أن يضعوا نفسهم في أخبار العراق وكذلك المنطقة والعالم، لكن بالمقابل قواتنا الأمنية سترد رد حاسب. طبعا كانت ردود بعمليات أمنية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك بالمقابل قيادة الشرطة الاتحادية قامت بأهداف وطبعا ستكون هنالك أهداف. تمكنت مفارز اللواء 17 عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة الدور بمحافظة صلاح الدين، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريق نصب كمين محكم له في سيطرة الشهيد النقيب غازي فاضل عباس. تم خلاله القبض على المتهم المطلوب والصادر بحقه أمر قبض من الجهات القضائية. تم تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه.
للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا في المرصد الخبري الخبير الأمني الأستاذ أحمد الشريفي. تحية طيبة لكم. أهلا وسهلا بكم في المرصد الخبري. ما حدث في الحويجة، خرق أمني تراخي أم هو تحرك جديد لعصابة داعش الإرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن التهديد لا زال قائم. نعم. وأن إمكانية الخرق لا زالت متاحة على اعتبار أن إمكانية التسلل ممكنة عبر الحدود، ونشاط التنظيم في هذه الفترة بات فاعل ومؤثر. نعم. لا سيما في ظل استحقاقات يجب أن نعالجها في منطقتين، من حيث التقييم نصفها بالمناطق التي تصنف أنها خواص الرخوة، وهي كل من كركوك وديالة. في كركوك يتداخل الملف السياسي مع الملف الأمني. نعم. وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على نشر القطاعات وتحديد قواطع المسؤولية، لا سيما أن القضية لا زالت قلقة، وقضية المادة 140 عدم حسمها إقرار قانون النفط والغاز. نعم. أحسنتم. هذا التنازع السياسي يلقي بظلاله على رسم الحدود الجغرافية للأقاليم، وبالتالي يتعسر على السلطات الاتحادية أن تتمدد في موقع، وكذلك يتعذر على قوات الإقليم أن تتوسع في عملياته، فتكون هناك ثغرات، هذه الثغرات دي يستغلها التنظيم. إذن لو طرح السؤال، لو أعيد السؤال بصيغة أخرى، لماذا يتم دائما اختيار هذه المناطق؟ صلاح الدين، كركوك، نينوى، ديالة، بالتالي هي أيضا مثل ما ذكرت حضرتك، وإضافة إلى ما ذكرت هي حواضن. أحسنتم. هي ليست حواضن، وإنما طبيعة الجغرافيا العسكرية لهذا الحزام الذي يرتبط من خط التماس الحدودي من سوريا وتركيا. نعم. وصولا إلى ديالى الذي يتجاوز 500 كيلومتر. نعم. فيه سلسلة جبلية تعطي فرصة للتنظيم في أن يتموضع فيها. وهذه مسألة خطرة جدا، لأنه في الحروب الجبلية إمكانية الغش والاختفاء والتمويه واردة جدا. نعم. لا سيما أن الأعداد ليست أعداد كبيرة حتى يجري رصدها واستمكانها بسهولة، أعداد محدودة تتسلل، تعتمد أسلوب قراءة جغرافيا المنطقة بدقة، ثم تقوم أما باتجاه القطعات بما يطلق عليه باللدغات أن تظهر كالإفعى تنفذ عملية وتختبئ، أو بالتعرض الذي يحصل. ونحن لاحظنا يوم تعرضوا على الثكنة العسكرية كيف كان بأسلوب الكواتم حتى لا يعطوا فرصة المرونة بالإسلاد المتبادل بين القطعات. فإحنا ما مستحقاقات بالحقيقة نحتاج فيها إلى التوظيف الأمثل في التعاون المشترك بين البيشمركة والأسايش وبين السلطة الاتحادية. طيب. عندنا مناطق فيها ثغرات تصل إلى 40 كيلو بين صلاحيات الاتحادية وصلاحيات الإقليم، وهذه الثغرة بحد ذاتها تعطي مرونة للتنظيم في أن يعيد إنتاج نفسه على مستوى الموارد البشرية أو القيام بهكذا عمليات. نعم. طيب، داعش اليوم قادر على التحرك في أماكن يراها هو مناسبة له. أحسنتم. هذه هي المعضلة. طبعا إحنا في مثل هكذا أمور لابد من تعزيز استراتيجيات الردع. في استراتيجيات الردع التي فيها تستخدم أسس الحرب السرية. نعم. لابد من تفعيل الجهد الاستخباري. ولكن الجهد الاستخباري يجب أن نقول أن الجهد الاستخباري ليس الجهد الاستخباري البشري. في الحروب الجبلية تحجب الرؤية ويستعصي فيها الرصد. صعوبة تضاريس المنطقة. أحسنتم. لذلك نحتاج إلى الجهد التقني، وبالتحديد إلى الطيران الدرون. نعم. الدرون في هذه الفترة كلفته قليلة، لأن احنا ممكن أن نقوم بعمليات ضربات جوية بالطائرات الإسناد الجوي القريب أو البعيد، ولكنها مكلفة، وساعات طيرانها تحتاج إلى دعم لوجستي وإنفاق باهظ الكلفة. فاحنا نحتاج إلى استخدام طائرات الدرون لأنها قليلة الكلفة، إمكانية تحليقها لساعة 12 ساعة أو لربما 24 ساعة مستمرة في الجو، رصد واستمكان دقيق. وطبعا الرصد الجوي أفضل بكثير من الرصد البري. نعم. لأنه لا توجد عوائق تحجب الرؤية، خصوصا إذا كان الرصد بشري. نعم. طيب، الرسالة التي أرادت العصابات الإرهابية إيصالها الآن بالخرق الأخير الذي حدث في الحوض، أنا أعتقد النزاع الذي حصل في إقليم كردستان بين الحزبين كان واضح جدا. أرخى قبضة القوات الماسكة للأرض أمنيا وعسكريا، تتأثر البيشمركة والأسايش في أي صراع يحصل بين الديمقراطية وبين الاتحاد، فضلا عن الوضع غير المستقر. نعم. للحكومة وقضية إدارة الموارد الأمنية والعسكرية بالشكل الأمثل وتعزيز القدرات بإمكانيات أفضل. مسألة الانفتاح البري لا ننصح فيها في هذه المنطقة، خطرة جدا. وفلسفة التنظيم هي تقوم على الكمائن والإغارة،
وما يؤسف إلى أنه بين فترة وفترة دا يتمكنون من أداء هذه المهام. لذلك مسألة الانفتاح وكأننا ندخل الانفتاح البري تفتح لهم الباب وكأنه احنا احسنتم نقدم لهم طعما لعمليات نوعية يقوم بها التنظيم. طيب ما الخطط التي يمكن أن تستخدمها القوات الأمنية لمواجهة التنظيم الإرهابي؟ لا يكفي الحل تعبويا، لأنه تعبويا لابد إذا أردنا أن نطور المهام فيجب أن ندخل الجهد التقني، وهذا الجهد التقني يحتاج إلى قرار سياسي. يعني الموارد المالية التي تدخل إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية آن الأوان أن يدخل في البرنامج الحكومي آلية تطوير الجهد التقني. النقطة الأهم أن القرار الحل السياسي لابد أن يكون حاضر. يجب أن نعالج مسألتين أساسيتين، المادة 140 آن الأوان إلى حسمها وقضية قانون النفط والغاز. نعم أشكركم أستاذ أحمد الشريف الخبير الأمني، كنت معنا في المرصد الخبري، تحية لحضرتك. شكرا لكم، حياكم. نقص الأبنية المدرسية مشكلة يعاني منها العراق منذ فترة، ما أدى إلى اكتظاظ المدارس بالطلبة واللجوء إلى الدوام الثنائي والثلاثي. أسباب عديدة أفضت إلى هذا النقص، في مقدمتها توقف حركة بناء المدارس في فترة التسعينات، الزيادة الكبيرة في عدد السكان فضلا عن الفساد وسوء التخطيط والإرهاب وانشغال البلاد في الحرب على داعش، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية في السنوات الماضية. ملف نقص المدارس لم يكن بعيدا عن اهتمام حكومة السوداني، فهناك توجه لإكمال مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة وتنفيذ مشاريع جديدة في السنوات القادمة. لا يمكن إحداث نهضة جذرية في البلد ما لم يكن البدء من إصلاح العملية التربوية، هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال افتتاح متوسطة النبلاء ضمن احتفالية شملت افتتاح 42 مبنى مدرسي في عموم مديريات التربية في محافظة بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني حي رفع علم العراق في ساحة المبنى وبدء الدوام الرسمي في المدرسة التي تعد واحدة من 42 مدرسة جديدة تم افتتاحها في وقت واحد في عموم أقضية بغداد ونواحيها. وأعلن السوداني المباشرة بتنفيذ 250 مدرسة خلال العام المقبل ضمن خطة محافظة بغداد، موضحا أن قانون الموازنة القادم سيتضمن إنشاء صندوق العراق للتنمية وفيه صناديق فرعية تخصص للسكن والتربية، مؤكدا أن العراق ما زال بحاجة إلى 8000 مبنى مدرسي. ووجه السوداني وزير التربية بضرورة الاهتمام بالملكات التربوية والتعليمية وإشراكهم بالدورات التطويرية الحقيقية، فضلا عن الحاجة المستمرة لمراجعة المناهج بما يتوافق مع معايير التحديث ومنظمة اليونسكو. توجه حكومي لتطوير الواقع التربوي وذلك عبر سد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية. مواطنون وصفوا الخطوة بالمهمة فيما طالبوا بضرورة اتخاذ خطوات فعالية في هذا الموضوع. أحمد الزيدي وفينا بالمزيد من التفاصيل. أكثر من 20,000 مدرسة حكومية هي حاجة العراق الفعلية، بالإضافة إلى أن 50% من المدارس الموجودة تحتاج إلى إعادة تأهيل. هذا النقص الذي يعانيه القطاع التربوي والحاجة المترتبة نتيجة النمو السكاني جعل حكومة السوداني تضع التوجه نحو بناء مدارس جديدة ودعم هذا القطاع ضمن أولوياته الخدمية لإنهاء معاناة العراقيين مع الدوامات المزدوجة وزخم الطلبة في الصفوف. الطلبة يحتاجون أبنية جديدة، والمحافظات أيضا تفتقر إلى هيك مثل هكذا أمور. يعني محافظات العراقية مع الأسف يعني منتهية بالمدارس وإذا صح التعبير، ونتأمل من هالحكومة اللي هي حكومة خدمات إذا صح التعبير تكون إن شاء الله هذا الموضوع تعطيه أهمية. هاي الخطوة خطوة جيدة من قبل حكومة السوداني، وإن شاء الله يعني أكو بوادر خير على الحكومة الجديدة، وخطوة لا بأس بها، بس عاد يكون عاد تبدي بها اليوم قبل باكر، لأن تعرف العامل الزمني
جدا مهم. تخصيص قطع أراضي لبناء المدارس في المناطق المزدحمة والقرى والأرياف، فضلا عن ترميم وتأهيل المدارس القديمة والآيلة للسقوط، وتخصيص الأموال اللازمة لتطوير القطاع التربوي هي الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة لتطبيق برنامجها الخدمي ولسد حاجة البلاد الفعلية للأبنية والمرافق التربوية. المفروض أنه يبنون يعني مدارس أكثر وأكثر، لأن هواي ناس دا تروح يعني تنطر تروح الأهلي، وكو ناس ما عندها. يعني هسه مثلا أنا واحدة من الناس، عندي طفل عمره 6 سنوات محتارة يعني وين أودي. هذا الشيء سهل للمواطن، شيء سهل للمدارس اللي محصورة بكل صف يعني حدود 60 أو 70 طالب. ويعد تطوير القطاع التربوي في البلاد من الأولويات التي وضعتها حكومة السودان ضمن برنامجها، نتيجة للإهمال الذي عاشه هذا القطاع على مدى السنوات الماضية وللمعاناة الفعلية التي يفرزها نقص الأبنية المدرسية على المواطن الذي يضطر للتوجه نحو مدارس القطاع الخاص باهظة الكلفة. ويأتي التوجه الحكومي وهذا ضمن خطتها الخدمية والعمرانية الرامية إلى سد النقص الذي يعاني منه القطاع التربوي في البلاد. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. من جهته أكد وزير التربية إبراهيم الجبوري أن المدارس التي تم افتتاحها تعد انطلاقة عراقية في ملف الأبنية المدرسية، وذكر في بيان أن الوزارة تعمل على استكمال وتجهيز المدارس بالمستلزمات التربوية كافة بما يخطو بالتعليم أشواطا كبيرة إلى الأمام، مشيرا إلى تسخير كل الطاقات لتحقيق طموح العراقيين في الملف التربوي، وفي مقدمتها تقليل اكتظاظ الطلبة ومعالجة مشكلة قلة المباني المدرسية، مضيفا أن غياب الخطط وقلة التخصيصات المالية طوال عقود من الزمن أضرت بالمؤسسة التربوية. إلى ذلك، حددت وزارة التربية آلية خاصة لبناء المدارس الجديدة وفك اختناقات أعداد الطلبة في الصف الواحد وترميم وصيانة الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط. التربية أوضحت أن الآلية تشمل تأمين قطع أراضي في المناطق التي تعاني من الكثافة السكانية العالية لغرض تشييد مدارس عليها وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تليق بالمعلم والطالب. هذا وشددت التربية على ضرورة تدريب المحاضرين أسوة بأقرانهم من المعلمين والمدرسين لتطوير قابلياتهم في أداء المهام المناطة بهم. شهد معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الأشرف احتفالية لتكريم المبدعين في مجال البحث العلمي نظمتها مؤسسة بحر العلوم الخيرية، وأقيمت الاحتفالية بحضور وزيري الصحة دكتور صالح الحسناوي والزراعة عباس العلياوي وعدد من أعضاء مجلس النواب، إضافة لحضور أكاديمي وإعلامي كبير. الاحتفالية جاءت لإعلان نتائج جائزة الإبداع بدورتها الرابعة في حقول العلوم الطبية والعلوم الزراعية والتنمية، تقديرا لإسهامات الباحثين في مجالات معرفية محددة وحسب حاجة البلد والمنطقة. جائزة بحر العلوم للإبداع، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والحركة العلمية الأكاديمية في بلدنا، ودعت إلى مشاركة الباحثين من مختلف الجامعات العراقية بل ومن مختلف البلدان العربية أيضا. اليوم كان تكريم للبحوث الفائزة بجائزة بحر العلوم والبحوث الطبية الفائزة، كان هناك 4 بحوث، 2 شاركوا بالجائزة الأولى و2 شاركوا بالجائزة الثانية. باعتقادي هذه الدورة الرابعة وهذه البحوث ستساهم بطريقة ما في خدمة الواقع الصحي والتطور العلمي اللي موجود في العراق. ومثلنا في هذا اليوم فخامة الرئيس لإيمان رئاسة الجمهورية المطلق أن هذه المبادرات لابد أن تدعم من أجل تحفيز الباحثين على الإقدام على البحث العلمي وبذل المزيد من العطاء لتقديم خلاصة الفكر. يبدأ العد التنازلي لاحتضان العراق بطولة خليج 25 في البصرة لرد الاعتبار لملاعبه بعد المقاطعة الدولية. وأكدت بغداد إنجاز استعداداتها التنظيمية الفنية والبرية والجوية لإنجاحها، حيث أعلنت لجنة التنظيمية للبطولة
التي تنطلق في مدينة البصرة في السادس من الشهر المقبل عقب اجتماع برئاسة مدير البطولة النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار أن الاتحاد قد وفر جميع مستلزمات النجاح للبطولة من النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية، وعلى العراق الاستفادة من إقامة بطولة الخليج لتنظيم بطولات قارية أو عربية مستقبلا، مشيرا إلى أن التهيئة المناسبة والتفاهم بين اللجان في اتحاد الكرة ومثيلاتها في الاتحاد الخليجي من أهم ملامح نجاح البطولة، مؤكدة أن ساحات تدريب المنتخبات المشاركة في خليج 25 أصبحت جاهزة. إلى ذلك، وصل وفد أمني كويتي إلى مقر قيادة قوات حرس الحدود العراقي في بغداد لبحث التعاون بين البلدين في بطولة كأس خليج 25، وبحث الجانبان التعاون المشترك بين العراق والكويت استعدادا لبطولة خليج 25 المزمع إقامتها في محافظة البصرة الشهر المقبل. وخلال مؤتمر صحفي كشف قائد حرس الحدود اللواء محمد عبد الوهاب عن إجراءات مشددة يفرضها الجانب العراقي مع الجانب الكويتي لحماية الحدود المشتركة بين البلدين وتسهيل انسيابية دخول الزائرين لحضور بطولة خليج 25 في محافظة البصرة. بالنسبة للحدود العراقية مع الكويت وخاصة الحدود البرية المعنية بها قيادتنا مع السيد القائد، لدينا تعاون وثيق وتنسيق كبير في ضبط الحدود البرية التي بطول 200 كيلومتر، والتنسيق لحد مستوى قائد المنطقة وآمر اللواء وآمر الفوج، وكثير من المشاكل تحل بطريقة سهلة بدون تعقيدات. لا توجد مشاكل لدينا في الحدود البرية حاليا مع الكويت، وتنسيقنا عالي، وشكرنا وتقديرنا للأخوة في الجانب الكويتي في حرس الحدود البرية. بالنسبة لسمة الدخول، أكو توجيهات بمنح سمة الدخول للأشقاء مجانا لحضور خليج 25، وبلغت الجهات المعنية بتنفيذ هذا الأمر. نفذت هيئة الإعلام والاتصالات جولات ميدانية لفحص جودة الخدمات الهاتفية والإنترنت في عدد من المؤسسات الصحية والمرافق السياحية المخصصة لخليج 25 في محافظة البصرة. وقال إعلام الهيئة في بيان إن هيئة الإعلام والاتصالات نفذت جولات ميدانية في المنطقة الجنوبية لفحص جودة الخدمات الهاتفية وخدمات الإنترنت في عدد من المؤسسات الصحية الرئيسة وكذا المرافق السياحية المخصصة لخليج 25 المزمع إقامته في السادس من شهر كانون الثاني المقبل بمحافظة البصرة. أضاف البيان أن الفرق الفنية للهيئة تسعى إلى التأكد من تنفيذ الشركات للتعليمات السابقة الخاصة باستخدام آليات حديثة تضمن جودة الخدمات الهاتفية وفق المعايير العالمية في المناطق التي ستشهد تجمعا وزخما للوفود الزائرة. أعلن رئيس اتحاد الكرة فرع البصرة بدر ناصر البدر عن جاهزية الفنادق لاستقبال وفود خليج 25 الذي سينطلق في السادس من كانون الثاني المقبل. البدر وبالتعاون بين الاتحاد العراقي لكرة القدم وبين الحكومة المحلية في محافظة البصرة قال أنه تم الانتهاء من جاهزية الفنادق المخصصة لاستقبال الوفود الخليجية بشكل كامل، مبينا أن الفنادق المؤهلة لاستقبال المنتخبات والوفود والجماهير التي تم الاعتماد عليها هي 4 فنادق، وهي فندق جراند مليون والذي سيحتضن كبار الشخصيات إضافة إلى الحكام واللجنة المنظمة. أما بالنسبة لسكن المنتخبات فسيكون في فندق شيراتون البصرة، فندق هورزون، فندق موفنبيك، وتم التنسيق مع تلك الفنادق لتهيئتها بالكامل لاستقبال المنتخبات واللجان التنظيمية للبطولة. وعلى مستوى ملاعب البصرة التي تستعد لاحتضان البطولة بعد تهيئة الأرضية قد أعلنت جاهزيتها لاستقبال الحدث الكروي المهم. معتز الحبيب ينقلنا إلى تلك الأجواء في سياق تقريره الآتي. بعد الإدامة والتأهيل ها هي المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال الوفود الخليجية المشاركة بمجريات بطولة كأس الخليج التي ستحتضنها أرض البصرة الفيحاء وتستقبل بها أشقاء العروبة. الله خليج 25 كل الأمور جاهزة واللوجستية تصرف الأعمال مستمرة ومتابعة شخصية من قبل السيد محافظ البصرة المحترم بالإضافة للسيد معالي وزير الشباب والرياضة وكابتن عدنان درجال، زيارات متوافدة على البصرة خلال هذا الأسبوع من قبل
رئيس الجمهورية من قبل وزير الداخلية، وإن شاء الله الكل مستعد وما عندنا إشكال. زيارات ميدانية مستمرة تجريها الجهات المسؤولة عن ملاعب بطولة خليج 25 للاطلاع على آخر الاستعدادات في المدينة الرياضية وملعبها الرئيسي جذع النخلة، وكذلك ملاعب التدريب والفنادق والبنى التحتية الأخرى. حقيقة أستاذ العزيز، المدينة الرياضية منذ أكثر من 3 أشهر أو شهرين هي في طور الاستعدادات، تهيئة الملعب، تطوير الملعب، تطوير المنظومات، تجهيزه بحيث يخرج الملعب البصرة الدولي أو المدينة الرياضية بكل مرفقاتها الأخرى من ملاعب تدريب أجمل إطلالة للبطولة خليجي 25. صراحة يعني جاي نشوف انه تجهيزات جدا مميزة لاستقبال الضيوف القادمة من جميع الدول، وصراحة يعني ما جاي يقصرون نهائيا الشباب والتجهيزات من جميع النواحي. وبانتهاء جميع الاستعدادات لاستضافة هذا العرس الخليجي الذي غاب عن العراق لعقود بسبب حماقات البعث وزمرته الحاكمة، تبقى الأنظار شاخصة نحو الأشقاء من دول الخليج ليتشرفوا بالتواجد في بصرة العطاء. لقناة الفرات، معتز الحبيب، البصرة. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توجيه الحكومة العراقية بإلغاء رسوم تأشيرات الدخول أمام المشجعين الراغبين بحضور مباريات بطولة خليجي 25. وذكر الاتحاد العراقي في بيان أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه بإلغاء الرسوم المترتبة بالحصول على تأشيرات الدخول إلى العراق لكل من يرغب بحضور خليجي 25. البيان وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم البطولة وتسهيل تواجد الجمهور بسهولة وانسيابية عالية وإنجاحها. للحديث أكثر عن تفصيلات البطولة المنتظرة ينضم إلينا في استوديو المرصد الخبري مدير عام دائرة الشؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة الأستاذ طالب الموسوي. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. هل البصرة جاهزة حاليا لاستقبال الحدث الكروي المهم وإقامة خليجي 25 في ملاعبها؟ شكرا جزيلا. أهلا بكم. إن شاء الله البصرة جاهزة، ليس اليوم، البصرة جاهزة قبل فترة، والبصرة نجحت في استضافة أكثر من برنامج رياضي إن كانت على مستوى محلي أو مستوى آسيوي وحتى تصفيات كأس العالم. والحمد لله نجحنا في رفع الحظر عن ملاعب العراقية، واليوم إن شاء الله راح تظهر البصرة بحلة جديدة من خلال العمل الدؤوب. صراحة العمل ليل مع النهار مستمر، إن كان في ملعب المدينة الرياضية أو في ملعب الميناء، وهناك جولات ميدانية مستمرة لمعالي وزير الشباب والرياضة، وأكثر من مدير عام اليوم موجود في البصرة من كوادر الوزارة، والاستنفار كامل لكوادر الوزارة بهذا العمل مع الشركات المنفذة، جهود استثنائية أيضا من قبل دوائر محافظة البصرة والسيد المحافظ، وهناك جهاز ساندة من الوزارات في الهيئة. احنا شكلت لجنة عليا المشرفة على خليج 25 اللي ترأسها وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من الوزارات الساندة اللي لعبت دور كبير، هي الداخلية والخارجية والدفاع، كذلك الصحة والبيئة والسياحة إلى آخر الكثير من الوزارات الأخرى اللي كل وزارة لها مهام وواجبات في هذه البطولة، إضافة إلى الأخوة في الاتحاد العراقي. ما رأي الاتحاد الخليجي حول جاهزية ملاعب البصرة لاحتضان البطولة؟ يعني هم اعتبار يوم 25/10 اللي القرعة اللي حصلت في البصرة، والموافقة على إقامة القرعة هو دليل على أنه موافقة اللجان على أنه البصرة جاهزة ومهيئة. نعم. وبالتالي هي هاي الرسالة تكفي أنه قبولهم بالقرعة يوم 25/10. ماذا عن أعداد الزائرين لمحافظة البصرة؟ لديكم تصور عن هذا الموضوع؟ ماذا بشأن إجراءات الفيزا أيضا؟ يعني احنا الكل يعرف أن اللجنة العليا المشرفة على البطولة رفعت تقرير إلى دولة رئيس الوزراء. نعم. بخصوص الطلب من الاتحاد الخليجي، أو نظرة اللجنة كانت مع الاتحاد العراقي بأن ترفع التأشيرة عن دخول الجمهور الخاص بدول الخليج، والحمد لله حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص. راح تكون العملية فقط هو الختم على جوازات أو على الفيز الخاصة بالجمهور اللي راح يحضر عن طريق منفذ الصفان أو عن طريق المطارات العراقية إن كانت مطار البصرة أو مطار بغداد. طيب، ما الأهمية التي ممكن أن تكتسبها البصرة ليس فقط على الجانب، يعني على مستوى الجانب الرياضي السياحي الاقتصادي،
ما المنتظر؟ يعني هي رسالة للعالم صراحة. نعم. هي ليس فقط من جانب رياضي ننظر لهذه البطولة. أولا هو تقارب إخواننا الخليجيين ودول الخليج. نعم. باتجاه العراق. الجانب الثاني هو رسالة لكل العالم أنه العراق والبصرة آمنة، العراق والبصرة مهيئة لكل الضيوف. نعم. إن كانوا عرب وأجانب. نعم. البصرة والعراق عندها القدرة والإمكانيات في تنظيم هكذا مهرجانات أو بطولات إن كانت على مستوى محلي أو إقليمي، ففيها عدة رسائل، إن كانت رسائل رياضية أو اقتصادية، رسالة سياسية بأن أيضا العراق دائما ويبقى أن العراق هو محطة أنظار كل العالم إن شاء الله. أشكركم مدير عام دائرة الشؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة الأستاذ طالب الموسوي. شكرا. حياك طيب لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. أعلنت هيئة النزاهة أن مجموعة أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 46. وذكرت في بيان أن تلك الأوامر صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا واثنين من أعضاء مجلس النواب السابق ووزير سابق وستة وزراء سابقين فضلا عن وكيل وزير. وأضاف البيان أن أوامر القبض والاستقدام شملت 9 مديرين عامين حاليين و7 سابقين و1 أسبق فضلا عن 3 محافظين سابقين و8 محافظين أسبقين و4 أعضاء مجالس محافظة سابقين. أكدت وزارة الخارجية أن قمة بغداد المزمع عقدها في عمان ستكون نوعية تعكس الجهود القطاعية في البلدان الثلاثة العراق والأردن ومصر وتنتهج مسارة جديدة. المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ذكر أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى في العاصمة الأردنية عمان نظيره الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري لبحث آليات التنسيق الثلاثي وتطوير الدفع بعجلة تنفيذ البرامجيات المتفق عليها ضمن الاجتماعات الثلاث. وبيّن أن آلية التنسيق الثلاثي هي آلية منفتحة تكاملية لها انعكاساتها السياسية والاقتصادية. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن عملية الإصلاح التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تحتاج إلى تغيير مبدأ الدولة العميقة التي بنيت خلال المرحلة الماضية. الصيهود ذكر أن هذه الدولة العميقة جاءت بشخصيات أضرت بالعملية السياسية ولم تقدم أي شيء، مشيرا إلى أن الإصلاحات الحقيقية تكون في البدء بالتغيير عبر رفض المنظومة العسكرية بشخصيات كفوءة فضلا عن رفض المنظومة الإدارية عبر تغيير المدراء العامين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.